عندي الافتتاح للمحل الثاني ان شاء الله في سيدي مومن، ومرحبا بالناس ديال سيدي مومن والعريسات المقبلين عند الصيف ان شاء الله. عندي الجديد ديال البيسات، كيشطات، روميين، بلديين، اثمنه عاديه، عماريات جداد، ميادي، طيافر، موديلات بلديه، غزاله غزاله. مرحبا بكم عريساتي الغزالات. كنشكر النقافات صحباتي اللي ساندوني وكبروا بيا، وصحباتي كاملين وحباباتي والفنانه اللي جاوا ساندوني وكبروا بيا وجاوا عندي وباركوا ليا، كنشكرهم بزاف بزاف. ومرحبا بالجميع، ليا ديديكاس واحتفلوا معايا وفرحوا معايا بافتتاح ديال المحل الثاني ديالي بسيدي مومن. خويا سعيد الخريبقي، عادل المذكوري، هريمو اللي مسافر وما كاينش، فتح الحريج دي اللي جا جدارني وعنده خدمه ديالو ومشى، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. دور عند الاخت زينب النقافه ديالنا لهذا الحضور ديالها، وكنتمنوا لها مسيره موفقه، وكنتمنوا لجميع الناس يجوا عندها ويتفاعلوا معها ويتعاملوا معها. وتا هي تبارك الله عليها نقافه جميله، والله يسعدها والله يكمل عليها، والله بغينا لها نجاح موفق باذن الله، والله يعاون الجميع وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، تحيه كبيره انفاس بريس على الحضور ديالها والتواجد ديالنا مع الاستاذه ديالنا الشرقاويه زينب، الافتتاح ديالها ان شاء الله. وكنتمنى لجميع العريسات يجيو هنا، مرحبا بهم، كاينه بروموسيون على حسابنا. وتحيه كبيره مجموعة سرب الخيل ومجموعه ديال الناس سيدي مومن، وتحيه خاصه لكم من هذا المنبر، ومرحبا بكم عواشر مباركه.